السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه اخواتي واصحابي الغاليين من كل مكان حوالين العالم. سؤال بيجيلي اليومين دول كتير قوي، هو الريمبو ازاي نطور فيه، ازاي نشتغل على الريمبو ونعلي في الدرجة بتاعته. وفي ناس كان بتبقى محتارة، هو ليه الريمبو كل ما ننتج منه بيطلع في الانتاج حاجات مش ريمبوهات، ايه السبب او ايه الفيصل في المشكلة دي؟ ده هيكون موضوعنا ان شاء الله هنتكلم عنه. بس بذكرك لو لسه اول مرة تشوفني ما تنساش تديني اللايك الجميل على الفيديو عشان تشجعنا ونستمر في تقديم الفيديوهات، واشترك في القناة من الزر الاحمر اللي موجود تحت لو كنت لسه مش مشترك. يلا بدنا نبدأ كلامنا على بركة الله. اول حاجة الزوج اللي قدامنا او الدرجة اللي قدامنا من الريمبوهات ديت، ركز كده في الثلاث درجات دول او في الثلاث الوان اللي قدامنا دول، كل عصفور درجة غير التانية خالص. هتلاحظ كده ان العصفور اللي وشه ابيض دوت ده كده مش يعني في ناس يقول لك ايه ده، طب ده ريمبو ولا مش ريمبو، طب ازاي نقول عليه اصلا تركيبات؟ خد بالك من نقطة مهمة قوي، ان اغلب التركيبات اللي بتشتغل عليها او اغلب تركيبات الريمبو هي الاساس في انتاج الريمبو. يعني الريمبو اصلا مش عبارة عن طفرة طلعت من نفسها، الريمبو عبارة عن تركيبة اربع طفرات موجودين مع بعض على عصفور واحد. الصفة الاولانية هي صفة اليلو فيس او الوش الاصفر، والصفة الثانية هي الجري وينج او بيقولوا عليها الفول بودي كولر جري وينج او يا اما كلير وينج، ده لون الجناح او درجة لون الجناح. الصفة الثالثة هي الاوبلاين، والصفة الرابعة والاخيرة هي درجة الجسم او اللون بتاع الجسم، يكون لون ازرق او درجة من درجات اللون الازرق. في ناس بتعتبر اللون الاخضر او اللون اللي بيتقال عليه سي جرين زي العصفور اللي قدامنا دوت كده ان دوت مش ريمبو، ولكن في الاسواق بعض الناس حباه. احنا كدورنا كمربيين او كحد بيحب طائر البادجي ان هو يشوف ايه اللون الجميل اللي بيعجب الناس، ولازم وانت بتشتغل في تركيب الطيور الزينة تكون فاصل الحاجة اللي انت بتحبها عن الحاجة اللي السوق طالبها. يفرق معايا في ايه؟ هيفرق معاك في كتير، لان كل ما انت بتنتج الحاجة اللي مطلوبة في السوق اذا عملية البيع بالنسبة لك هتكون سهلة، زائد الانتاجية بتاعتك اللي بتطلعها هيكون لها تصريفة، زائد البيع لما يكون بالنسبة لك حاجة سهلة هيفتح نفسك للانتاج وهيفتح نفسك لانك تكمل في طيور الزينة. كل ما بتكون بتنتقي العصفور بتاعك او بتأسس مزرعة مظبوطة كل ما هيعود عليك انت بالنفع. طيب نرجع للنقطة الرئيسية، انا ليه بيطلع عندي في الانتاج حاجات وشها ابيض ما بتكونش ريمبوهات، وليه الفيديو اللي قدامنا دوت احنا بنقول عليه ان فيهم ريمبوهات وفيهم تركيبات ريمبو؟ مبدئيا كده العصفور اللي وشه اصفر دوت اللي موجود اللي هو اللي لونه زيتي ده اللون الصح اللي نقول عليه ان دوت موف. في ناس بتقول عليه اوليف، بس ما ينفعش اقول عليه اوليف لان هو مش درجه من درجات الاخضر، فالصح نقول عليه ان هو ايه، عصفور موف. طيب اشمعنى لون الجسم كده فيه صفار كتير وداخل من اول الجسم لاخره؟ لان دوت بيتقال عليه يلو فيس نوع اول. طيب اشمعنى بقى العصفوره اللي لونها ازرق زاهدي كده وشها صفاره اكتر واللون بتاعها باين كده وما هياش غامقه زي التاني؟ هقول لك ليه، علشان خاطر اللون اللي موجود في وشها ده اسمه يلو فيس نوع تاني. طيب اشمعنى بقى الاخير دوت اللي وشه ابيض طلع كده رغم ان هو جاي من ورا حاجات الاتنين وشهم اصفر؟ اقول لك، لان اليلو فيس اللي بيظهر على جسم العصفور على وشه يعني بيكون في سنجل فاكتور ودبل فاكتور. لما بنجوز عصفور سنجل فاكتور لعصفور سنجل فاكتور الانتاج بتاعنا بيكون ايه؟ يعني عصفور وشه اصفر فاتح بالبلدي يعني لعصفور تاني وشه اصفر فاتح، الانتاج بتاعك بيكون نص الانتاج بتاعك وشه اصفر فاتح وربع الانتاج بيطلع وشه اصفر. نقول ايه، عصفور مش اصفر بقى، عصفور ماسكينج هو الوش بتاعه ابيض لكن هو اصفر دبل، هو اصفر دبل، وعصفور تاني وشه هيكون ابيض بس مش حامل اللون الاصفر خالص. طب اعرف منين بقى ما الاتنين كده وشهم ابيض، اميز ما بينهم ازاي؟ هتعرفه من خلال الفرخ بتاع العصفور. طيب اللي وشه بقى ابيض وطلع لي انتاج لونه اصفر هيبقى عامل ازاي؟ هيكون كل انتاج الوش بتاعه اصفر. طيب تفرق في ايه؟ هنا بقى العنصر بقى ايه، العصفور ده يلو فيس دبل فاكتور ولا سنجل فاكتور، نوع اول ولا نوع تاني ولا جولدن فيس؟ التركيبات في طيور البادجي كتيرة جدا وبعض الناس بتبقى محتارة فيها، ولكن انت لو مسكت الموضوع وركزت كده فيه بورقة وقلم هتلاقي الموضوع بالنسبة لك سهل. ابدأ واشتري طير وابدأ اقتني الطير عندك. كل ما اتكلم معاك مع طير او مع طفرة
وتبقى انت بتذاكرها غير لما تكون الطفره دي موجوده قدام عينيك وانت شايفها داخل المزرعه بتاعتك، بتفرق معاك كتير. بعض الاحيان هتحس ان انت تايه وان الطفرات كتيره ورا بعضها عماله بتتقال، بس مع الاستمراريه ومع الفرخ هتلاقي درجه اللون بتثبت قدام عينيك وهتقدر تفرق ما بين كل درجه لون. لما بنقول ان الدرجه لون الجسم زرقاء او درجه من درجات الازرق عشان نقول عليه عصفور ريمبو، بنقصد بيه كذا درجه لون، اولهم السكاي بلو زي اللي قدامنا ده، وبعد كده الكوبالت زي ده، وبعد كده الايه الفايلوت، وفي كمان الدبل فايلوت، وفي كمان الموف زي اللي كانت موجوده معانا في الفيديو. درجات الريمبو جميله وكتيره ومتنوعه، ولما بتفرخ عصفور ريمبو من زوج كل بطن بيجيب لك درجه غير الثانيه خالص. ولو خلفت الجوازه الذكر اديته الانثى ثانيه، حتى لو كانت الاثنين نفس الشكل، يعني لو انت عندك كربونه ذكر وانثى وعندك منهم كربونه زوج ثاني، الانتاج بتوعه دول هيكون غير الانتاج بتوعه دول خالص. طيب ايه اللي بيخلي الانتاج بيقعد يتغير كده كل شويه؟ اللي بيغير الانتاج دوت ان العصفور ده الجناح بتاعه درجه لونه عامله ازاي، وهو اليلو فيس اللي موجود في وشه سنجل ولا دبل، وموجود في الطرفين ولا لا، دي الفرق ما بين الاثنين. طيب انا دوري بقى كهاوي اعمل ايه مع الطير بتاعي؟ دورك كهاوي لما تيجي تفرخ عصفور الريمبو ما تبقاش مستعجل على الانتاجيه وانك تبيع وبس. يفضل انك ما تبيعش عصفور الريمبو الا على الاقل لما يخلص اول قلشه. اول قلشه بتكون بعد 3 شهور. طيب ليه؟ عصفور الريمبو هو صغير بيكون درجة لون، وبعد القلش بعد 3 شهور بيكون درجة لون تانية خالص. بعض الأحيان في القلشة التانية اللي هي عند عمر 6 شهور الطير درجة لونه بتتغير شوية، بس ما بيكونش كتير قوي زي القلشة الأولانية بالراحة. يعني العصفور بيقلش مرتين، مرة عند 3 شهور ومرة عند 6 شهور. المرة بتاعت 3 شهور درجة اللون بتتغير شويتين، اما عند 6 شهور بيكون الاختلاف بسيط، حاجه ما تذكرش قوي. فلما يقلش العصفور معاك عند عمر 3 شهور هتعرف تقيم الطير بتاعك ده، هل اخليه في المزرعه بتاعتي ولا اتخلص منه. هتفرغ درجات كتير من الريمبو، في درجات هتخليها عندك تستفاد بيها وفي درجات تبيعها. دايما لما تيجي تفرخ عصفور او لما تيجي تنتج لازم تحدد في دماغك انا داخل في المجال ده علشان ايه، عشان افرخ واكسب ولا عشان حاجة المزاجي. هيفرق معانا في ايه هندسة؟ هيفرق معانا في ان العصفور هتبقى انت عارف انت شغال في انهي اتجاه، هتفرخ كام عين، هتجيب بعد كده ايه، هتطور منه ازاي. الريمبو الاقرع مش هو النهاية، في عندك لسه الريمبو الانجليزة، في عندك الريمبو الفلل، في عندك الريمبو الشوش احجام، واخر حاجة في عندك الريمبو الدان فالو او الريمبو الفالو العادي بتاع الغلابة. هنبقى نتكلم عن الدان فالو لانها هي اخر طفره حاليا ظهرت في السوق وتعتبر اغلى طفره، او تبقى تعتبر متساويه مع عصفور البلاك فيس، ولكن حاليا هي ماسكه سعر كويس قوي. هنتكلم عنها في فيديو تاني باذن الله. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، ما تنساش بقى تشجعنا باللايك على الفيديو وشير عشان غيرك كمان يستفاد. سيبكم على خير في رعايه الله.